لعلك باقع الندم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب القرية الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ والفتن إلى القرية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في القرية سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أولى بما لبثوا أمدا نحن نقص عليهم نبأهم بالحق إنهم لجزم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيموا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الشكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، الشكر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. تحياتي. السلام عليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان رب العالمين. سبحان رب العالمين. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم تسلامك السلام أرجوك رحمة الله المحضر الشركة. اللهم لا مانع. أنا بموسى الأشريق.
تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. باب الشفاعة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلساه فقال: أشفعوه توجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وفي رواية وعن أبي عباس في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. وهذا صلى الله عليه وسلم. تبدأ أنت صوت القناة. يا شباب قرآن كم صفحة؟ من القلم. قلم ما شاء الله. والله ما شاء الله. الصفحة بس. كم صفحة؟ صفحة الصفحة الصفحة. ها؟ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. استقاب ذا حرد قادرين. وحدة كلمة. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون.
بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. يلا يا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إنا لكم فيه لما تخيرون. أم لكم إيمان علينا؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إنا لكم لما تحكمون. سلهم إياهم بذلك زعيم. أما لهم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرافهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إذ أذن واعية.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا محمد محمد حطونا قداحة جيبونا قداحة محمد وين عزبتك محمد محمد لبيك يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال يا لال درت قلبي وش تبى قلي قلي اي ما تتقي ما منتقى والرب ستر ضافي يا لا لا يا لا 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 يا لا دامي هنا موتك دانا معدن يجي من دونك من دونك تبات خيب ظنونك دامي هنا موتك دانا معدن يجي من دونك يا لا 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 ماني مجازي كيف صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت لعياني ولك دم ها إيشا شر 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 فوق 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 هنا سلام لا 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 كذا كذا حم الله ها لا بالغسل ماني مجازك في بس 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 ولا طالت الخوة تبين العذاريب الله سبحان الله والله اني ما توقعت انك تطلع ليش اني ما توقعت ما توقعت ما مستحيل مستحيل يا اخي بصراحة 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 يعني انت ما يعني في يعني انت ماني والله قبل الحين بوجهك لكن افضل من الناس الواجد الحمد لله توفيق الله ولا عندي ولا عندي انك تطلع بالنهايه يمكن اي بالنهايه ويمكن اما وقت اللي طلعت فيه مستحيل لا بالعكس برايم السابع والثامن برايمات قويه هذه قويه لكن انت هنا افضل من الناس الواجد هنا توفيق هذه خلاص نصيب ان شاء الله اكيد نصيب لكن والله الشاب اللي ما ادري شو شكله هذه عطني 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 لا تشتبه هي ابو حصه شب هناك شو والله هم ذول ها ها اي نبي نسوي الحين نبي نسوي نبي نسوي ايه الله يرحمه تعال تعال هات حلوى عمانيه تعال غير بقهوه علم بقى ماني مجازك في صدك وهجرانك
وداعتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت لعياني ولا قدام من شانك وانت ولا شيء سويته علشاني فزيت لك يوم شفت اسمك وعنوانك لو كان ما تنتمل اسمي وعنواني خلاص ما نيب متعني علشانك ودعتك الله وتلقى واحد ثار ودي على صوتك حتى انت ما ينقطع يا ابو حور والله اني فرقت له وسال الشباب والله اني اذكرك وانا في انا اقول وين هو يا اخوي اللي من اول يوم هو يغني يبعد عين يغني بالغناء القديم الاول الجميل يعلق ما تفقد غالي حط عطنا خشب هذا عطنا خشب حطين والله إني ما نسيتك يا خوي يوم كل الناس تفخر بأخوياها يوم كل الناس تفخر بأخوياها الله يطول عمرك يا أبو حور الوالدة بشرني من عز الله أن قليل برجال مثلك أقولها بوجهك وقفاك والله شوف صلاة النبي أنا عشرت رجال وعشرت وشفت وهذا لكن ما قليل برجال مثلك قل لا إله إلا الله أنا بعلمك بشي انطبت عطني ان طبت فهو والله من المطاليق اللي مثلك وشرواك تعلم منهم العلوم الغانمه تعلم منهم الفزع لا والله الطيب من وانت رديت في هذا هذه نقص مني عند اخويا تقول الطيب من نكرم الا ما احنا كذب مع بعض الطيب الله حطه قبل انسى لا تقول لي من اعلان على عبد المناطق سلام مرحبو مرحبو عرف التشيز كيك التشيز كيك وهي فاكهه تلتف بالبلاستيك وياكلها الانسان يحسب البلاستيك حلويه اكرم اي والله قلت بس الحمد لله الله يكرمك اعطي من ايش رايك في لا لحظه بقولك ايش رايك في النار اللي امس يوم الشيخ كلام 100% ابشر بس اعطيني واحده الحين اعطيني هنا بحبيبي سم اعطيني تبغى صغير ولا كبير بس اللي عندك ذي بقولك ملاحقه الله عطاك يد عذبوني البيض ما ادري على وش عازلون قلت انا هل نبي هل يبين عية النفس تبغي واللي نبي عية البخت لا يجيبه هل نبي عية البخت لا يجيبه الله أكبر هذه شاعرة يقولون وش اسمها وش اسمها يقولون شاعرة قد ماتت لا ماتت طبعا وش اسمها وش اسمها مضاوي مدري مضاوي اسمها لا لا وش اسمها هي الشاعرة طبعا انت انا بعلمكم بعلمكم بحاجه احنا لقيت عندنا عزيمه عازمين رجال خاصنا جناب وكذا جابه وابوي يبغى المناره واقفه ايوه لازم تقوم العيدان كذا يا سلام توصل لهنا ابوي مره طول عمر قال ابغي قال ابي لك طيب محمد لا توقف محمد يعني ابغى زبطي ابغى زبطي وخلاص بجي قال لي ابوي مره قال ابغيك تسوي لي مناره لكم تعال وجهي وادق له بشبك شفت الشبك شبك حديد وامله صار عرس الله يا امره تطلع من مسي ليش تاخذ حذياني ما عند ما عاد عندي حذيان الله يعينك واذا ما عاد عندك تحول شوف فيه حق جابر حق جابر ها طلعت حافي حذيان انا وين طب ازعل عليك ابو ثور بعطيك بعطيك الله يهديك يا الله شوف سمعتي اعلاميا الله لا يحفظك شلحت سمعتي اعلاميا انت شلحت كل شيء شلحتني يا اخوي حتى الحذاين يا اخوي خطويا لا احد يجيبه مشتاق يا المحزم المليان ثلاث اقفال من يوم دخلنا زد رصيدي ثلاث اقفال لا يفوتك غبي ثلاث اقفال ويغير الرقم ويعلمني انا الحمد لله مرتاح انا ملاحظ شغله بس اذا طلبني اعطيه اعلمه على طول وش ملاحظ شغله يا ابو وش خلال غيابي اسبوعين اول ما جينا القريه كان كل واحد محتفظ بقفله والله الحمد لله فتت القريه ما حطيت قفل على خزانتي من الحين ولا قبل نول سراويلك هنا الله يبارك اي والله سراويل هنا ليش احط اشوف الان الكل صاير ما في قفل لا والله قوم هم تخيل ناس ذاك انا نحتاج سروال اخذ كارديال بس يا ما يجن علي هذا كبره
حور ما عليك حجك. انا الحمد لله من يوم دخلت للحين ما سويت قفل. انا وياك هذاك تبي من شاء الله تقول ما في شيء. انا شنطه والله ما في شيء والله فيه. انا شنطه والله ما في شيء والله هو يولع شرير بعائله ثلاث ثياب عمانيه وسروالين بخربك 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 خربني الشرابات ولا من عند قال بخربك شوف شوف الشرابات لا لا ايوه الشرابات من عند علي شرابات عائله كوت كوت بحو والكناديب كناديري والله عزك السراويل كل ساعه عشان ما عند واحد ما عندي ما اشتريت انا شاري وزر ولا استخدمت الاداره قالوا لا تلبس زين شوف هذه الحال والقتل ابى اشكلها ان شاء الله سبعه قتل بقيت لي قتل واحده والله شلوها واجه واجه الساعه اللي مهدني اياها عبد القادر تستاهل الطيب تستاهل الخير يا بشر اطلق منها بس خلنا نطلع والله احتزم على رجال قتله الندم اطلق شيء تدري انه قتله الندم من هداك قول لي ليش ليه لانك عندك دولاب مقفل على طول يا اخي يوم دخلنا رصيدك مفتوح من هو يا عمرك بيبان يفتح الخير اقدح اقول من يوم دخلت لا هذي تقول هذا شو اسمه؟ قفل قفل لا قفل حتى عند مناسبة عند راسي وجاهز 24 ساعة لا طيب انت على كلام ما حد جاهز انا انت تناب نفس كذا تروح تناب تصحى اليوم الثاني امس قعدت 12 يوم يا ابو جد والله العظيم تناب نفس نفس انت قابل حد اليوم ها؟ قابل حد الهاب شيء البارح نمت كذا والله ما مفترض والله كذا نمت كذا اي والله انه نافذ والله اني شايفه عشان شك لا حط شد كذا ابو حور ابو حور عشان لو تصير حركة شيء على طول اقوم حركة ايش مثلا؟ اما ما ادري ما ادري او حريق شيء يلا بتصير حركه لا هو يكشخ عشان الحل عندك لا لا عندك شيء والله كاشخ صدق عبد القادر اي والله والله بالامس نايم مثلي ايش بتروح علمنا يا فوز والله انا متوقع نايم كذا ما هي مشكله يا عيوني عيونك علشان يا عيوني انت علشان لو يصير حريق شيء لا صدق والله حريق شيء حرطم مجهز ما بشاف قعمش كليت من العسل اي والله يعطيك العافيه كيف ما شاء الله ما شاء الله اسال عبد القادر عليه ما بدون عبد القادر انا ذاك عبد القادر تدري بشو سمعتي ليش تقول؟ نبيل والله انه ما شاء الله اقسم بالله يا ولد لعب فيه لعب فيه لعب 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 والله ما عمري ذقت مثله يا ابو ايش قال لي قال يا حلو والله انت انت رفيقي وابن عمي يا ولد انت مسوين فيه شيء والله العظيم ايش تي حلو حلو ليه؟ قال يا ولد ذبحني هذا بروتين كله كذا ما شاء الله ما شاء الله بس بعد ما يسوي لك كذا المره الثانيه اذا انتهى بطنك وزابط كل شيء ما عاد يضرك الحضور الحين توزعت على عرف الحمينه ولا الحياه من الدجاج باي مكان في حساب في الانستغرام في ارقام تواصل لا لا ابي مثلا مكان مثلا بالرياض الله يحييك عندنا من الديره يشحنون لجميع مناطق انا اطلب بلاش. اطلب بتوصيل عسل ابو حور الى الاردن باذن الله والله بيكون لي وكيل نعم والله البارح خذيت عسل ابو حور اقسم بالله جيب محمد مطيري لاني انا ما كنت موجود يوم جاء العشاء والقطه ونروح ندق في قسطه الجبل ابو محمد والله انا اخذها يا رجل ما ابي عشان ارحب براس اقول يا رجل عسل عسل صح ما هو يستاهل والله ابو حور نشري نشري الكبر ذا 900000 انا سميتك نحلة القرية ترى هذا نحلة القرية صرت وكيل بالورد ان شاء الله ان شاء الله لانه يروح بس على الازهار ابو حور يروح على الازهار ابو حور متاكد هي نحلة ابو حور ابو حور غلطان لا نحلة غلطان ابو حور نحلة وري وري تخيل ان جابر الحين ورد وردة ورد تخيل وردة اشفط 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 الرحيق اللي فيها غازي غازي مطيري يا ولد ما في ولا قطره ناشفه ناشفه شوك 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 لا شوك شوك ما يصلح شوك 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 هذا سدر 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 ناشي مثل غازي مثل غازي يعني هذي مليان انا ما في شيء انا هذا صدق غلطان لا ما بعلوني يوم طلعت من المسجد لو قلت ابشر قلت اشتغل 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 والله ما شاء الله عليه فواز عوده والله الساعه 3 تلاقي في الاسياب يعطيها الرجال
مواوي هذا ترى هذه من الطلاق انا امس امس حولي راقد من جنبي بالسرير جنبي خلاه كذا يا لا 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 هو والله انه هو يا رجال والله يا اخي تلومه عديته يا اخوي قبل قبل يقول اولا زيه لا هو مبني ولد ولد بيطيح 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 والله قدري ما ارق الا على صدره اقسم بالله يقول حتى بنته الصغيره يقول ما تنام الا لا لا انا مدمن اسمع اليوتيوب شوف شوف اسمع اسمع فيصل هل عندكم الحاله ذي؟ حتى هو يقول امبارح اسمع فيصل اسمع فيصل يوتيوب اي شيء اسمع فيصل يا سلام يا بصور يا سلام يا سلام جات الحاله جات الحاله سؤال السؤال اللي يطرح نفسه ليش يا فواز انت دائما دندن وما تكتب شعر قصيد مش عندك غير شعر ودندن انت يزينك ساكت انت هات قص اسرع قص في العالم لا جاوبه جاوبه يا ابو لا جاوب جاوب فجر وجيب سؤال ما في شيء والله سؤال وش سؤالك سؤال ايش السؤال اصلا ما فهمت ليش انت دائما حصلك يا فواز جالس على الاريكه او جالس على الاريكه او جالس على المرقاص ودائما ماسك الدفتر حقك وتكتب القصائد يا سلام عليك جواب في محله سؤال في محله لكن والله يا زين الابتسامه اللي صدق والله والله تطلع يا اخي احس ما هي لا والله بالعكس لا قادح والله والله احس ان اول احسن تقدر خلاص خليها واحد يشتغل اضحك لا يعني كمل عطات محمد يا عيوني عيوني صدام لكسز على هاي لوكس 82 انا بقول لكم حاجه خليه يكمل جواب يا ابو حور التصوير صح ابو حور خليه يكمل جواب هات والله يا حبيبي اول شيء يا عيوني يا عيون عيوني يا عيون عيوني اول شيء احنا مسلمين صح احنا مسلمين طبعا طيب ايش بعد عيال هذا فيها واحد يا عيال دبلوماسي اجابته دبلوماسي خلوا يقدح خلوا او شيء احنا مسلمين زين طيب والاسلام يطول عمر يعني خص بالشعر وما الشعر صح الشعر ديواننا العرب قديم جميل خلص طيب بدال لا صايح اكتب شيء قصيد يعني قصدك عبد القادر ابو حور صايحون يا زين انت ما لك دخل يا زين ليه عمبوان لا تدخل يا عيوني كذا لا يا عيوني يا ولد حنا سولف انت جالس مع رجوجي لو انت ليش تحط تسيء الظن ليش انا اسالك هذا كلامك انت سئت الظن انت نار مشبع وش معنى اخترت اثنين دول انت تقول صح ما في احد صايح الا بحور والله هنا كلام والله هنا يعني قصدك ان الحين خلاص نطلع من القريه وخلي القريه تنحق قصايد خليها قصايد والله يقول لك خليها قصايد هو الرجل يقول لك انا تعال الرجل يقول في ناس تصايح منهم هذا سؤالي انا لا جابر ارجع كلها تصايح جابر ارجع كلها تصايح يا جابر ارجع هو اللي فهمت انه بدال ما يضيع كم نفتح نقاش شيء ما يفيده يضيعها بيض الله وجهك والله ما تقول والله لقوا خلوها خلوها ما اكذب من الاثنين دول الا ابليس 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 خلوها يا رجال خلوها سلام خلوها يقول يا فواز اللي جيت انا يا فواز اللي جيت انا من بعيد الدار بيض الله وجهك مرحبا بك مرحبا باللي لفيت به جيت انا والدار 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 مرحبا بك ولا عد من اسكت قفلها انا زين سؤال صريح مره ثانيه انت تستقبل الاسئله الصريحه ولا ما تستقبل؟ لا لا ما استقبل ما استقبل خلاص انا تعب نفسي في السؤال تعالوا نفل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في صباح ونقبل كفوف الوطن ونهم فيه ونوصل حدود الغزل لاخر مدى هذا رجاء يلا حي ايش افطر خلوا رجاء حب الوطن في قلوبنا يا طيب خلنا نسلم على الفرحه سلم عيال
يا عيال فوجيكم فوجي خلاص بس خلاص خذها واقفة خلاص خذها واقفة انت لكن لك بعد البث إعادة تأهيل الله يحييك عرف قوم تعال الله يحييكم تعال فوجينا ما حد يجي بنجلس برا خلاص بس 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 انا وجهك يا سيدي عشان خاطري عشان خاطري ابي ما ابي ما ما في الله يحييك الله لا يحييك ايش حالك يا مرحبا يلا حي اخي وش حالك يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا ريس صوتكم تبغى هنا المشاكل يا محمد يا محمد يا رجل ابو محمد انا فوجك ابو ربيع فوجك فوجك ابو ربيع امشي طيب خليني اشرب ماء يا هم قاعد يجعل لك البند فلتشي ماء فلتشي ارحب تبغى قهوه ولا يا الله حي طيب امشي هل الحرام اني افكر كيف اتحمل الضرب هذا استريح استريح الله وجهك الله لا يحييك الله لا يحييك ايش حالك كيفك يا مروه خلاص اجلس خليني اشرب ماء يا ام سليم الله بجيب الفايز اي عطني الله لا يحييك
جابر جابر يجيبها دايم طيبة طيبة جدا طيبة جدا. مرحبا يا برفوع محمد. مرحبا يا برفوع. برفوع عيافي. مرحبا يا برفوع. اسمعني يا اخوي ابدع عليك اقول يا مرحبا يا برفوع. انقذتها مالك برفوع بيضة رجبو ابو رفوع قلبه. وش فيك؟ بشرب ماء يا اخي بشرب ماء بشرب ماء. احسن بلوا علي الله يبيض وجهك. اهدى اهدى يا مدير اهدى يلا حيو حصة شلونك؟ يا محسن محسن كيف حالك؟ شلونك؟ شلونك؟ والله اني انا مكدرت في جلد الله لا يحييك عليه الله يسلمك يلا حيا ايه مشان مشان يا حليلك انت مشان الصول محسن ما يصير كذي في الصلاة. تطورنا خلاص ما عاد في قهاوي. ها وش فيه؟ اسمع البرد. ايه مشان مشان لبه. انت ما جاك جلد. امسك. امشي امشي. احنا البلد الجامع. لا لا ان شاء الله احنا خلصنا. طيري ثلاث ايام استلمنا بالنص. ما بيه الحين امسك انا طالبك. والله ما بيه الحين. بس بس يا قلبي بس. ايه وين جكيتي؟ جكيتي وجكيتي وين؟ روح الكوت. والله لا يحييك. والله لا يحييك. متاخر توجك؟ والله لا يحييك. متاخر ان شاء الله. طب دقيقة طيب. متاخر. بس عندي عندي. لبه والله كل شيء زين يلا حيو فجر شو الاخبار؟ ايه الامور الطيبه مشان مشان ابو عوده شو الامور الطيبه؟ والله يحييكم راعين ضرب. ها تدرون شو قايل؟ ها قايل بجيب قايل انا بدخل معي برشاش عشان اتفاهم معكم اقسم بالله بس ما الله كتب يلا حييه محمد عيافي يا مرحبا يا برو حصي ولد 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 عصور صور ما تدري عصور بتشوفك كاشخ اليوم صدقك بتبطها ليش داش السعوديه زين لا تبطها قدامه ابغى تبط راسي تبط راسي بخاطري بخاطري ولد 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 العب عشاو عشاو ايه قد ايش المعتقل ده ايش المعتقل واحد من اخويا يا اسد يا رب اللي يخنبق يتسجنون هنا عليه حرام لا يتناوش حصيلتنا عليه حرام لا يتناوش ساقتك من هو ايش اسمه الابوه ولا اسد انا خذ نسمي لا يطلع الف هذا علينا يا ولد ناوي تروح حسن يا عافي يا عافي بجيك بجيك تبي طالعك مو كذي بس انا تعبان بالصول والله ما لقيته منك تعبان ليش طول حلاوي ايش الاخبار حقيقة قاعد طالع من بعيد كم الشباب يا فجر كم الشباب كم الشباب مركضينك ها ما ادري يبطوني يبطوني انا بطناك بط والله تحب الكعبه كنت بفلقك لكن عاد سوي شو الاخبار الطيبه شوف غازي جايب لك الطاير جايب لك حلا شو الناس تعجده الناس نعم خلاص بزرق ايه نذره يا ترى صليت خلاص قمت تعال والله اخذت كل طاقه محسن تعالوا لا بس بالله خلاص والله هذه راح انها لا يحييك انا في وجهك في الصوره انا في وجهي انا في وجهي في الصوره ما يجيك والله والله ما يجيك يا ابو راشد شنو طبعك شوني دشاشك السعوديه صدق هو ما شاء الله كيف اتكلم معك الحين طيب ما تتكلم والله ولا تجي ولا تكلمني ولا تقول لي حاجه هذول منو والله لا اعطيك اذبحوا منو يا رجال جعل ما يبطني غيرهم خل ما بطوه يا ريجي لا 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 كليتها انا ذي والله من بعد اول شيء انا تراني في وجه عمان كلهم في وجه عمان كلهم انا هم اخوي خليك وجه من بعدك وجه من بعدك بخبرك بخبرك من بعدك شو بطان الريجي شو واتري ريجي قع صومي قع صوصي وجه شيء محمد عيافي ما يصير كذا يا عيافي ارحب يا ابو تركي ترحب يا ابو تركي يا مرحبا الله يبقيك ويطول اعماركم الله لا يحيي ابليس انت ما بتدار بالحلوى كانك اسمه اي 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 حق كانك بيا حلوى والله ذاكر يا ريجل حر والله حر يا خلنا نمسك برا يا ريجل الله يعافيك الله يحب عوده والله حر يا ريجل حر والله حر ست ربع ابو ناصر كلها واجلس احسن تعال يا ريجل والله حر ها يا ولد اقعد مكان هنا ولا هنا بناجلس هنا خلنا في الغرفه كنترول كنترول انا ما عندي خصم يلا يعني الحين ما عاد يهمك احد كنترول كنترول تعال عندكم بيبسي؟ عندي خصم ابغى بيبسي لو سمحت لا لا كنترول كنترول محتاج جلاس من الميرندا جلاس جلاس براندا كنترول لو سمحت لكني لا تجيني عم تخرب علينا زين قاعد تحرط شبدي كذي فصول قاعد اليوم يعني الوضع طيب بحاجيك فصول يلا قول كنترول تكفى نفل الغرام ونبتدي مره ثانيه عشان العب عليها زي الناس يلا
تكفى تكفى قاعد نطالبك عد المايك والله يحييك الله يحييك الله يعافيك والله يا رجال طيب الحين انا ودي اعرف والله خلوك بالله صحيح ابو تركي ليتهم والله خلوك تكفى الله يعافيك يا رجال دخلتك زينة الله يجعلني فداك تاكل ربع ماس ما عندهم طيب ما في برستيجي عالي داخل برستيجي عالي اخر شيء اخبط الرجال سويت مقرن سويت مقرن وقف لك على الباب ابو رفوع مقرن قاعد تعمل حركات مقعد مقرني ترى الصاد اللي برا احسن يا عافي خليني اكمل جل الله الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله كديت اكد البارح الله يبيض وجهه وجهه من عندي اقعد ترى ما لافزه ذي ابو منشط عسى الله يرزقك ابو ترك جعني فداك ابو فجر الله يبيض ويبشركم ربعي يا ربعي واحده بس نقلي واحده الله يرزقك برزق انت الله يحييك اجعني فداك والله يا صاد ثاني سمعت شيء لا لا هدرت جيتي مره على خط الله يرد يا رحي رجال شنو اليوم طيبين وحصي شو الاخبار لبيه وش حالك جد عساك بخير ابشرك طيب بخير عايد راح اشخص وجيكم شلون الحفل لا 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 كيف ارسم يا رجال انا احس اني ما امول عليكم يا ابو رفوع رسم رسم يلا يلا تعال تعال ضبط الشغله يا اخوي بالله ضبط الغرام وحصي لا لا ضبطه هنا ضبط في شيء يحتاج تمشيح ظل الله يحييك يا ابو شرقي يا مرحبا شيك والله حتى ما دخلت اخباي سعودي شيك عثمان كذا جديد تعال يلا ضبطه شو ضبط خلاص اقعد يا ضبط اقعد وجهي كله زين واقعد الله يحييك كلهم عفاكم يا الربع بالله نروح علوم حط علوم ابشركم كل شيء زين الحمد لله يا ربي لك الحمد وش انشدوني اعلمكم وش صار عندك؟ كم جاكم اسد؟ شلون رفعوا اخواتك؟ بش يا ربي لك الحمد. انت صادق. اثنين كبير كبير يا ابو عادل كبير. صديقتي بشركم رفوع طيبه والربع كلهم طيبين والاهل طيبين يا ربي لك الحمد من فضله. كانت عندي بعض المشاغل اللي اخرتني وبعضكم خابرها وبعضكم مثل نظري من الصعيب غاثني والله لا بقول حاجه غاثك لين دريت صح ولا لا؟ دريت البارح ولا شغل؟ لا البارح دريت من الاعداد حلو وقلت لا في الوتراء ما دام الامر طيب له بيروح يفتتح ما ادري وش هو بيض وجه قال لي عارف ان حقتي فيكم تدرون اني اذا الشيء اللي بياخرني فيه مصلحه لي يا مشهد والله انا ابراهيم يا سلام يا سلام لا تفرح عيافي لا والله يا الربع انا بقول لكم حاجه والله العظيم انه كان ارحام يا ابو حاضر مرحبا الف عبد الله مستحيل سعد ارحب والله ارحب يا امي يلا حيك الله يحييك شعل الله يحييك يلا حيك شعل يا ولد قول له الله يحييك يا مسلم بس ابو تركي يا حيه كيف الحال؟ شاك طيب؟ اوه يا اخي يجي يوم حلو اسمع ابو تركي ترحب من يوم ما جانا شيوخ المطانيين من القريه مرحبا والله ومسهلا يا عيال يا عيال من يوم ما جا هو يدندن يا لازم اقول شوف شوف دندنها بس طيب ايش بيشرب طيب؟ ايوه يلا تعال دندنها بجي عند المرايه بجيك يلا ضبط عند المرايه نحسن سلطان نايم بالمسجد دخل والله نايم اخر واحد لا لا بالله خليه تعبان والله تعبان انا منام والله مو نايم والله مطبخ مطبخ محمد يا محمد محمد يمكن راقد يمكن محمد مطبخ يا محمد حرام عليك مطبخ يا محمد مطبخ سلطان مطبخ يا رجل لا 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 اصحيه اليوم المطبخ اقول قم يا ولد خلوا ينام يا ولد ايش يقول مهدي صاحي انت الله اجمل اللي نايم شوف شوف انا انا محترمك لين لك يومين عشان هزاء والله اليوم الثالث والله مو صالحك فانتبه خاطر اي والله بخاطري اعطني ايش حالك ابو راشد لا 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 والله خفيفه عرضيه على قولتك وجه اي عرض وجه باذن الله جحفلونا يا رجال طلع مثل اللي فايق شغل السياره دخل منك اقعد 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 مكان عبد الله حلافي تعال عبد الله شر مدري وينه مكان تعال تعال عبد الله عبد الله اما دخلت مقرن تعال مقرن طلع اللي فايت نفكر ابو تدري وين المشكله تدري وين المشكله على امر زك انت يا رجال اليوم انا وابو حوره تطاردنا ورحنا فيها اخ نوير صدق وش علمك عرف النمل الطائره دعست لي على شو اسمه ابشر والله برجلي يا اخ لا لا والله لا والله خليها نطالبك طلبه خلها الى بكره خلنا نشوف الله لا يحييك يا ابو حصه وصلت العظم
خلها انا بغيت اقولها حسب ما بيني خلها اللي يجي يوم هي تعود لا والله هذا الليل لا تالم ان شاء الله في النهايه يزيد واحد ثاني لازم تقول اوه عشان هذه مصيبه شوف شر جيك الخير يو لا وفقك الله كفر الله على مجره فواز والله والله انا وجعني يدي وانا مالي شغل لا لا والله لا والله على مجرك محمد محمد اجل انا ايوه العصر كان علي عندي مطبخ طلعت من السجن طبعا طبيعي يعني مطبخ بعد فقره السجن عندي زين انت خلعت مو انا اللي خلعت او وقعد فزت يا بنت خير مره واحده وين والله مره دخلت السجن وقعد انا وابو حوري طول العمر متكي برا والربع وتقبع بين ايش اسمه حبيبي تقبع بين بين البحور واخذ العصا وراه واطرده 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 لين جينا في الزاويه اللي فيها السجن ايش اسمها الجدار الجدار اللي وقع ولين فيه مسامير خشبه فيها مسامير وانت تجي فوقه يا رجال دفني يبين يكسر الجدار علشان تجي النكبه ايش طالب اي والله فجري ويدخل المسمار في رجلي اوه على طول على المستشفى هنا مستشفى انا المعتاد هذا مستشفى تبقى مستشفى المعتاد ذي مستشفى وين جابر؟ يعني جابر دخل مسمار جابر جابر انت معنا؟ ايه ايه عمليات ودنيا و دخل المسمار دخل يا اخي الدكتور موجود؟ ايه لا لا ابو الخير كذا شغل 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 صح شغل صح جاء عبد القادر طلب من عبد القادر موضوع السعادة طلب انتبه انا حبيبي ابو الخير مرحبا مرحبا يتخبص الكاس يا يا الصوت يلا حي الله يحييك طيب الله حي شلونك يا مرحبا وسهلا يا مرحبا فطير يا مضعوف اللي ماني لا انا شفت يشبحون ورا تراك في علم ماني بطيب والله افا سلام بعدك هذا حالك وش بلاك اقعد اقعد تعال لا تشكيلي وبكيلك على قولتهم حالك اني طيب حلو صار لي فطنين عقب اجلس اقعد اقعد الله حي تعال تعال انا جاي تعال 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 الله يعافيك طيبه الله يطيب ايش فيك جعلني فداك وش وصيتك فيها وش وصيتك فيها باش تكوس بص هذا بسم الله يلا 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 دقيقة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 مو كذا مو كذا يا لا يا لا لا مرحبا يا هلا في محسن علينا با يا مرحبا يا هلا في محسن علينا با غيبتك بعد البطا أرجوك لا تغيبا غيبتك بعد البطا أرجوك لا تغيبا يا مرحبا يا يا مرحبا لا انزل يلا بصرك بصرك يا مرحبا يا فواز خلي يا شاعر اللي مع شعر زايد غلا يا شاعر اللي مع شعر زايد غلا واللي سواتك ما نجهل في مواجبها واللي سواتك سخن سخن يا مرحبا يا والشعر اللي مع الشعر زايد غلا اسمع يا ولد اسمع يا ولد طيب وبكلب قايا رفيق طيب الله نبا وكلب قايا رفيق
رجال لا كبر طيب 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 رجال وش يا محسن بكل بقى يا صديق طيب الله نبا يا صديق طيب الله نبا رجال لا اتجاه يا الله اتجاه شاعر بكل اتجاه لا استوت حبكة الفكرة وترتيبها طيب 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 استوت حبكة الفكرة صح ألسنتكم والله من ألطف المحاورات لا فضت أفواهكم لا فضت قهوة لا فضت أفواهكم عيوني من دومتها من دومتها علمني من دومتها من دومتها زين والله أغلبوها بحصة 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 الحين مغطى الرجلين مغطى الرجلين محمد وين فصلن ها مدندن ابو عوده ابو عوده يا ولد شغال ايه وانا شجرتي شجرتك ماتت انا شجره فقدتك وين اقعد اقعد شجرتي من اللي قطعها ان شاء الله قلت هذا العيال عندي اقول انا جايكم ابو تركي شحن ها ابو تركي حصلت فده فده يا على لا 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 انا ما ابغى ما اشبه ما ابغى اتعرف عليك قبل مشكلك ما انت هذا والله لا بغيت اجيب حيوان اشبه لك قوي 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 الله يصحح لك الله يضبط امورك نعرفك على مقرن وانا ابو منيره اوه عبد الله قم قم عطني لحق قم نفس بالتركي لحقت عليه انا بلحق ابو منيره الحين بيعطيك قرة القلب عندها الحان الحين بيعطيك قرة القلب كبه ذا كبه تعال تعال يلا ابو منيره عندي قصيده يا ابو عبد الله بني لحق يلا ابو منيره لبيه ابو منيره حاج هذا اسمك عبوبي حبوبي يا سلام يا سلام والله ما ظنيت انه حبوبي ذا ابو حصه وبلال وين ذا حصه ابو حصه وبلال هذا غازي طيري هنا موجودين غازي طيري من تخيل هذه فرشه ولا ايش ضبطك ضبطني ضبطك اخوه تعال تعال طبعا هذا غازي والله يحيي هذا غازي طيري هذا غازي اقسم بالله انك تحسبني فرشه احسبنا فرشه تعال تعال والله شوف شوف لازمكم يا العين يلا الله يحييكم محمد كسار كسار والله لو انا صقر كسار في ولدك في ولدك تكفى يا كسار اليوم يومك يا كسار والله يجعل اليوم يومك يا كسار اخوه كسار والله يحييك الله لا يحييك البلد يا ولد يا ولد الحيد يروح وراه والله ما عودت هالذله يا ابو والله ما عودت هالذله يا ابو تركي ارميه اذبحه اي والله ما عودت هالذله كسار طب خلاص اسمع معك كسار تعال نفدك تعال 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 ما يلتفت للملوك ولا عيال الملوك قص صبق هواء كساب وكساب اوه هو مثل البلندوه ولا شو اسمه صوت له صوت له اوه كساب اوه كسار طيب كيف نستفزه كسار كيف نستفزه نستفزه سوى فيني حركه يا ولد شغلوا صوت صوت اسد هناك وانا لحالي هنا ويجي ليل ام هو بليل ويقوم والله يجي ليل ام هو بليل ايه والدائره ذي وشيله يلا يا ليل والقطر الله لا يحييك ها هذيك عليهم ولا عبهم انا
صج ها صج والله فصل صاج فصل شان والله يحييك استقنالك تكفى كسر تجمل ذلا نبي ابو تركي يجفل من القرية كلها ترى شوف 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 قرطه هي داعبه يا محسن هذا ارحموا عزيز قوم من ذل يا اخوان ارحموا تاريخ هذا الكائن محسن والله ارحموا تاريخه شوفوا كيف قاعد ياكل الفرشه واخ طلعوه خليك واحد منه يا اخي خليه يقعد خليه يحس بكينونته يا اخي تعال والله مني تعال زين هدني تعال شوف هدني شوف الله لا يحييك كان صباح نخرشوا الاسود وحنا ما خرجنا اسود يا ريدي بقول لكم حاجه الاسد هذا قاعد يرحمه عزيز قوم ذل شوفوا شو هو قاعد ياكل واحد منه يتبرع لها بفخذ ولا بيد ولا ما عليك تعدي انا الله لا يحييك الله يا ابو ما عليك تعدي يا ابو ترك انا بعطيها شاتلتي والله منها جنبي ذا بخليه ياكل انا بعطيه ذا الرجل اللي قاعد راح فيها من دايا ذا الرجل اللي من جبل ما يبي له صامد فصول صامد يلا يا عيال خلينا ندخل رجل لا والله لا والله لا والله خلينا نمزح قرطسوه 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 لا 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 قرطسوه والله والله قرطسوه يا ابو تركي يا ابو تركي قرطسوه والله يا ابو تركي يا ابو تركي اكلها والله خليها اكلها طيب رجلي حق زمان خليها هبك على صحني الله لا يحييك تخيل الله لا يحييك يا شيخ الله لا يحييك ابو حور وينه تعال لا هلا قابلته بطني الله يمنعني منه ذمتي انه بطني لا شنو علوم يا ولد بس كل شيء زين ابو خير طيبين علومكم والله كل شيء زين ابشر رب الامور طيبه والله طيبه مستانسين ابو فجر تعال اعطني علومك اخوه قسم بالله كنسل كيف كنسل والله يقولون ما في ها يقولون ما في ليش وش اللي ما في انا معلمكم من اول قلت له احنا نخطط احنا ما عندنا علم علم كله عند الاداره خططين وخلصين اي تجي كل يوم نجي كل شيء نرتب لنا فكره اخر شيء يقول لك لا عندنا ترتيب ثاني عندنا امور ايش الحل طيب الحل اهلا يرتبون لك ترتيب ثاني متى الترتيب والله يا حميد انا معك اللي تبي مشان تبي نروح لهم ندبسهم مشان ما الحين يقولون ما يقول ما في متى طيب صبابه واحد الله ندري صادق الظاهر باخذ قص الكيكه وصلى الله وسلم لا 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 والله اذا متني يستويك في ذمتني يستويك تدشيننا كلنا نتعلم والله زي ما شفت الحين طيب خلهم يخلصوا وش عندهم وش عندهم وش الترتيب اللي عندهم يقول ها الله يعينك بعد ترتيب شيء ما في ما في يقول ما في طيب اسمع 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 يقول انسى الليله انسى ايه ليش بعد راسه لعل كل تاخير في اخيره شوف شوف والله لا يحييكم شوف الاسد شوف الاسد احسب الحسد ذا شوف الاسد والله بغيت ارك الساجد شوف شوف الاسد شوف الاسد وقف وقف عيال وقف وقف النار 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 والخبل والخبل سوي زابل يا شي مسح الدببه يا الربع خلوه يا الربع ايه اشهد انه صامل احفظه يا رياجيل اشهد انه صامل ذا الطلق سوي خفيف انا ما ادري كيف شخصيتي يا الربع ترى نجوف يا شو نجوف الله ما يقول لك النار ولا اي 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 قاموا قاموا شف 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 محسن محسن شف 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 طالع محسن اي انا مفطح ما على احد يكسر انا مفطح يدور لك محسن محسن مدرك يا ابو رجال يا فيني والله داري انه مو رجال اقعد ايه شوف 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 والله من والله من المهايط انا هي ادري انه في شبكه يا سوق امه علينا والله بتكسر خشمه هذه دائما تكسر خشمه لو ندخل انا وياك غفر الله لنا قول لها الله لا هي ما يحتاج في اعداد الموتى احنا بنستعد لهم كيف ايه بنستعد شوف شوف انت شوف يا حسب له يحسب له من وين بيجي اشهد انهم مجوعين دام يطلع لسانه شوف اشهد انهم مجوعين يا رجيل بيفرم تدري يقول اللبوه هي اللي تصطاد الفريسه يعني انت كيف تاقلمت مع الوضع شد الناس سنعة ما تقوم عند لا لا كيف تعمل شد الناس سنعة والله يلا والله حلفت على الربع الباب اني ما ارقد الا عنده لا اي والله مخطين والله مخطين اخطا عليك يا محمد كتومه يا رجال ما شاء الله انزل عليها يوم على المعزه ها ايه في ذبره فوق طيبه ها يا مال يا مال فرق العين يا مكتوم ام كتوم كتوم تبر يا رب توظف لا والله باقي لا دحين عاطل باقي ما فصل شوف له وظيفه شوف له وظيفه ما فصل ولا عصا ما فصل شوف له وظيفته في الناضج وجرته يا كتوم مجوره رب مهب مهب مجفله ها احسن تهديت ورب عليه المليار اسمع اسمع العلم ها قلت الحين
لا لا هديت لا هديت البعير على الاسد. الفائز اكيد معروف الاسد مو بشرط. ها مرحبا ومسهلا مو بشرط. اذا العين اي لقد لقد البعير بعير السعد مو بشرط والله يمكن يقول الاسد ايش امكانياته؟ ايوه يلزم من نيابه امكاني ايش عيابي ايش اسمعني طيب ابو ناصر ساعد نحسن ايش امكانياته؟ ايش القيمة المضافة للاسد؟ انا بقول لك عنده لا اقول اعتقد عنده عنده البلد اعتقد اعتقد ان عنده بمعنى بقول لكم عنده مخالب يوه استقبل الفلسفه هذه عنده مخالب يا اخوان الاسد عنده مخالب ولكن ايش يفقد؟ يفقد الجسم الكبير ايه فالجسم الكبير يمكن ايش يغلب على الامكانيات الصغيره ممتاز صح واضح الفكره فصل واضحه صدق والله ما قاعد تكذب لا مو قاعد تقص عليها ما قاعد تقص عليها ما قاعد تقص عليها ستومه مجوره 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 يا فتح يا فتح انت بنت بعد طيب الكلام ما في الكويت ها ما رحت ولكن امي راحت وين رحت طيب انت انا رحت انا ل اي راحت امك خلتك ايوه راحت خلتك راحت ما خلتك مسكين واحد منكم يحضني يا حيوانات صدق صدق حيوان هذا من كذا من هناك فصول اسمع بتشوف اليوم كاشخ فصول كاشخ عند الحيوانات شو رايك لقائك يا طيب كذا اللقاء الحبيب كاشخ كتومه تشكنا ما تشكك ما تشكك ما تشكك زين زين والله محسن. والله لا لا, لا يتفك له حديد توحده ان لقاك في وسط المريء حقه على صحنه حسن طاب السعودي طاب السعودي صدق والله ما عرفته انا ودي انا تدري اني نسيت كيف اتكلم سعودي يوم شفته قسما بالله يعني كيف تتكلم لا لا فيصل بعد عرفت فيصل لا هذا كويت سعودي كيف سعودي سعودي فهمت سعودي ايش اقصد عجي عجي لا شفت شفت ضيعتها عجي 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 انت نفس الاغراض بقلد قسما بالله العظيم انها صارت والله اني ضيعت انا هنا احد سنه هلا هنا والله يذل انا يعرف الري يجيل انا جيل يا محمد شوف 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 في ذمتي لا خير البصد بن عارف ما درى عني والله ما درى عني اشهد لله انا ما يلتفت يا خال بيض وجهي تكفى ادخل مع البقر يا الله خلوني احط عيني في عينه ثم يجي على الاسد عايني 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 انت اسد فانا اسد عايني ابو الخير لا والله عايني كم يقول بكلمتك ترى انت زع اصدريه حقه بحو الله يهب على صحنه عايني كانك اسد عايني اي والله انت اي والله انت روح تهملني لبه تابق انت اللي ارحب الله يتناوش السالفه يلا يا رجال يا اسد انا الف والله في ذمتي اللي عندكم لا تبخلون به والله ما عندنا الا حلال شرب السعد يا عبد الله ايش تبغى اجيكم لا جاي نبغى منكم ترحيب وشرب السعد دندن شرب السعد شرب السعد يا باقر الجاطي دندن تقدرك وتحبك الله يسلمك الله يطول جنوبي والجنوبي لا تعصب صار عال العال طيب على قول المثل راعي العوايد ما يخليها بفجر طبقي خلاص والله طيب شوش ابو عبد الله شوش 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 اول شيء شغل مايك قبل ما تشوش زين الله نشيل المنادل عندك ليلى على فكره نبغى نشيل المنادل تندن تندن روح اثنين ذا وذا احنا ما جينا الا نكد بيض الله تعال تعال يا شباب جابر جابر تعال تعال عينك ابو خير أرحب يلا حية سلمة أم حق جمهور أم حق جمهور ماك ترى عندك في ذمتك والله لا أعرفك صادق بشرك ذمتي لك قبول وفي ذمتي لك جمهور والله العظيم أنا هي ذل صدري أربك ما معي أحد إننا ها أربك لا والله لا كلكم أبشركم والله أنا أقوله صادق أربك سلمت لي عليهم سلام والله سلمت أنا للي أقدر وشغلت أنا شيلتك البارح أنا بث لا في ذمتك شغلت أنا شيلتك البارح في بث اسمع يوم قدرنا منتصفين في البث عاين البث ما في أحد الله لا يحييك هجم أنا يوم اسمع أنا نفسك أنا يوم بثيت أول الزمان قالوا لي غن وغني ليه ما بحد لكن 720 720 مشاهداتها في ذمتك ابشرك يلا اذا انت ترى العلوم الطيبه كلها شرب السعد يا ابو خير ابشر بالسعد والله انت بشرب السعد وش قام حطبكم قد حيود الشله وين قناه البدايه وش قناه القلب اي وفي قناه 600 حاجاتكم جايتكم شلتي تمشي 3000 ويني وراكم كبس محسن محسن شلتي تكبس القرة القلب على مين في ذمتي لها تكبس لها يا مدري جاية جاية والله شلتها شوف لها حل خاف عليها جايتها شلت محمد اصطق البلع
في وسط قلب لك مقام وسيرة، ولا غابت عني بين تأثيرة. اي والله ان ساكن بقلبي، لو كان كل ساكن في ديرة. سبحان من خلى غلاته تكبر في قلبي اللي دايرته صغيرة. اكتب قصايد له واغني به، اغدي يا حاسسي شوي الثيرة. لكن يجهلني ولا يرسل لي، ليته يشوف بداخلي تقديره. قولوا له اني اعشقه واحبه، ولا تشوف عيني بالخلايق غيره. في وسط قلبي يقول شلون، يقول في وسط قلبي له مقام وسيره، ولا غاب عني باين تأثيره. اي والله ان ساكن بقلبي، لو كان كل ساكن في ديره. سبحان من خلى غلاته تكبر في قلبي اللي دايرته صغيره. اكتب قصايد له واغني به، اغدي احاسيسي شويه ثيره. لكن يجهلني ولا يرسل لي، ليته يشوف بداخلي تقديره. قولوا له اني اعشقه واحبه، ولا تشوف عيني بالخلايق غيره. اي والله اني احب عبارك. يقول ايش هذي شلون، غصب علي حبكم يا السناعيس، يا اهل الكرم والطيب واهل الحميه، صدوركم للضيف مثل المجاليس، محيوف بالطيب صبح وعشيه، الله خلقكم للكرم والنواميس في عصرنا المشوف والجاهلية. يا عصرنا الطيب يا لا 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 لا، وفي وسط قلبي له مقام وسير. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. ماني مجازيك في صدك وهجرانك. يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. يقول الطيب بين، يقول الطيب والدله وبيض الفناجيل، نسوق هذا الليل نبغى رضاكم. يا مرحبا يا براله البن والهيل، يا اللي لفيت يسعد الله مساكم. انتم رجال بالمواقف على حيل، الله من احساس المحبه عطاكم. هلا هلا يقول الطيب تله وبيض الفناجيل، نسوق هذا الليل نبغى رضاكم. يا مرحبا يا براله البن والهيل، يا اللي لفيت يسعد الله مساكم. انتم رجال بالمواقف على حيل، الله من احساس المحبه عطاكم. دي مرحبا. هلا هلا. يقول الطيب والتله وبيض الفناجيل، نسوق هذا الليل نبغى رضاكم. يا مرحبا يا براله البن والهيل، اللي لفيت ويسعد الله مساكم. انتم رجال بالمواقف على حيل، الله من احساس المحبه عطاكم. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله